السلام عليكم، معكم مشاركة ديالي للإسراء والتصدير. المقر تاعها اللي جاي في بوسكين، وعندنا مقر آخر جاي في عين الرد في المطار تاع سطيف. قدم لكم هذه الماكينة تاع تيك تاس، بلا أوتوماتيك، بلا أوتوماتيك. الكاباسيتي تاعها تخدم 20 من 20 حبة حتى 200 حبة في الدقيقة. العرض تاع التيكات يكون من 2 سنتيم 18 سنتيم، والطول من 2.5 سنتيم حتى 20 سنتيم. التريسيتي تاعها كيما نقولوا حنا الكورون تاعها 220، وريغلابل تحب تروح للقدام لاريير افو اريير، الطول العرض كيما تحب تريغل لاتات تاعها على حسب الباط تاعك، ولا ساشي، ولا تخدم الباط البلان، ولا قرعه بلا، ولا ساشيه، ولا اي حاجه. وعندنا تيكي، عندنا لي تيكي اخرين مانيال، وكاين الرو، كاين تاع الفياتاتير، كاين الفياتاتير، كاين اوتوماتيك كبيره، كاين كبيره كيما اكثر من هذه تاع الكبار، حاجه كبار تاع بيدون تاع 5 لتر البلا. كاينين بزاف السلعه، وكاين لي فورتوناس، كاين لي فلوباك، كاين لي سلعه، كاينه لي سوداز تاع كونتيني، كاين شي قدام حاجه. اللي حاب يجي يتفضل يجي المقر تاعنا، والفيديو باين واضح فيه كلش في الفيديو، اللي حاب يشوف الفيديو تاعها. اللي حاب يستفسر والله كاش ما نبعث له فيديو تاع كاش ماشينه والله يتصل بينا، ما كاين حتى مشكل. وحاب يجي اهلا وسهلا به، السلعه كاينه واجده وحاضر، مش قال راهي جايه والله ما كانش والله. واهلا وسهلا بكم ان شاء الله.